ست الكل ما تأمرش بحاجة. ست الكل ما بقتش ست الكل يا سعفان، خلاص راحت عليها. ده كان زمان. زمان وفي كل وقت يا ست الكل. ده انت زنت البلد ونورت الكفر. اصله بس معرفش قيمتك. ايوه يا سعفان فعلا معرفش قيمتي. انا تحت امرك اؤمري، انا تحت رجليك نفسي اخدم. تخدم؟ قصدك ايه يا سعفان؟ وضح شوي. لو انت عاوز اروش لحد عندك يبوس ايدك وينزل تحت رجليكي اجيبهولك هنا ولحد عندك كمان. تقدر يا سعفان؟ اللي اقدر داني سعفان. ايوه يا سعفان، عايز ازله زي ما زلني. نفسي اشوفه محتاج لي ومدد ايده ومفيش حد ابدا حواليه. هيحصل يا ست هاني، هيحصل كده واكتر من كده كمان عشان خاطر عيونك. تسلم يا سعفان. عايز كام؟ كام؟ عيب يا ست هاني، ده عشان خاطر عيونك. هو سعفان برضو بتاع كام؟ امال ايه، هتخدم ببلاش كده؟ ما تبقاش سعفان، لازم فيه التمن. عشان خاطر عيوني رضاكي عني هو التمن. ما صدقش يا سعفان، سعفان ما يعملش حاجة من غير تمن. غلطانة، أنا مش سعفان بتاع زمان. سعفان بتاع زمان اتغير خلاص. سعفان هو سعفان، عمره ما هيتغير أبدا. يا ست هانم عشان خاطري بلاش نتكلم في الحكاية دي. أنا هاخدي ومن غير تمن، وإن ما كنتش مصدقة النهاردة بكرة تصدقي. مرحبا يا شيخ الغفر. سابعا. عايز تصفر كام راس يا سعفان؟ سبعة يا عم زينهم. سبعة؟ 700 جنيه. 100 جنيه على النفر. وماله، مش زيهم زي غيرهم؟ ايه على رأي المثل، كل واحد تحت الموس. واجيبهم لك امتى؟ بكره في الدكان، قصدي في المكتب. مكتب يعني في الصالون يعني يا سعفان. طب سلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام عليكم. ما بدري يا عم سعفان، على فين؟ بدري من عمرك اذا حضرت الملائكه. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. على السلامه يا سعفان. ازيك يا ممدوح؟ الحمد لله يابا. اخبارك واخبار الشغل ايه؟ ماشي يابا، ولو ان جميل بيه قلقان قوي اليومين دول، حال الكفر مبقاش تمام، كل يوم مشاكل. انا مش قادر افهم ايه اللي جرى من يوم جميل ديه معتب وخطب رجله في الكفر. قصدك يابا من يوم معوض خرج من السجن. ايه يعني ايه يا ممدوح؟ هي دي الحقيقه يا هانم. انا مش بقول انه له يد او هو السبب، لكن حكايه علا دي ولعت الكفر كله. ايوه ممدوح، لكن العمدة هو اللي غلطان، هو السبب، هو اللي جنى على البت والولد. وادي النتيجة، ادي لي 3 ايام دلوقتي مانيش عارفة اعوض بيبات فين ولا بيروح فين ولا بياكل ايه ولا بيعمل ايه. وادي النهاية، هو في ناحية واني في ناحية ورواش في ناحية تالتة. ماني قايل لك ما تسيبيش بيتك، ما سمحتيش كلامي. انت اللي غلطانة يا هانم. وهاني يابا كنت خلاص زهقت، طهقت من الرواش ده وكان كفايه لحد كده. امال امي فين؟ انا جعان قوي. عندكم ايه الليلة دي يا هانم؟ انا عارفه طبعا، ما هي سايباك يا عين امك على لحم بطنك وقاعده هي مرتاحه هناك جنب ابوها. ممدوح انا عايزاك في كلمتين كده، تعالى معاي. تعالى يا ممدوح. لا بنت نافعة ولا ولد نافع، وعلى رأي المثل كل واحد تحت الموس. تعال يا ممدوح.
قول لي يا ممدوح، اخبار سونيا ايه؟ سونيا كويس؟ هتخبي علياني؟ داني عارفه كل حاجه وشايفاكوا بعينيا دول وانتوا جنينة مع بعض. طلبتها من ابوها ولا لسه؟ اوعى يا ممدوح تضيع الفرصه دي. بس ايه يا ممدوح؟ لا اوعى تضيعها، دي فرصه، دي لقطة. ايوه بس نعسه يا هاني. نعسه ايه يا ممدوح؟ حد يجيله الفرصه دي ويفكر؟ نعسه دي غلط، لازم تنساها من حياتك خالص يا ممدوح. ايوه فعلا غلط، انا نفسي ما بقتش حاسس بيها. تعرفي يا هاني، نعسه دي عامله زي فاكهه او لعبه او اي حاجه كان نفسي فيها وانا صغير. وانا كبير مجرد ما حسيت انها بقت ملكي خلاص مليتها. مجرد احساس بالملكيه اول ما تحقق انتهى. ايوه يا اخوي، انت دلوقتي بقيت راجل اعمال قد الدنيا وتلزمك واحده من طوبك مش نعسه. ايوه بس ده شروطهم ان انا اطلقها. ومستني ايه؟ ما تطلقها يا ممدوح. اسمع يا اخوي، انا عارفه احوالك الماليه، انا عندي فدانين ارض جنب الارض بتاعت جميل بيه اللي عاملهم جنينه لسوني، حدهم لك يا ممدوح، وحدي لك كمان 5000 جنيه عشان تجيب لسونيا شبكه انما ايه تليق بمقامك. ايوه بس ده كتير قوي يا هاني. مش كتير عليك يا ممدوح يا اخوي، ده انت يا ما وقفت جنبي يا اخوي. ده انا عايزاك احسن راجل في البلد دي كلها. ايوه يا فاضل لك يوم ولا يومين وتقوم بالسلام. انا بقيت كويس من دلوقتي يا نحس. لا يابا، فاضل لك يومين والعلاج كله يتم مظبوط. ايوه خليف. مساء الخير. تعالي يا حبيبي، خش ادخل. تعالي يا خليف، تعالي. ازيك يا جدي؟ ازيك يا خليفه. ها عجبك بيت جدك يا خليفه؟ الحمد لله يا جدي. انا هقوم اصلي العشاء. قوم انت يابا. كده يا ولا يا خليفي، يومين بحالهم ما اشوفكش يا ولا. مشغول في المذاكره شويه. وازاي جدك وازاي فاطمه وازاي عليا؟ ازيهم كلهم؟ كلهم كويسين. في كلام سمعته كده عايز اقول لك. ده كلام سمعته وقلت اقوله لك. ايوه خليف، ايوه كلام، ايوه يا ابني ده كلام. ما تصدقش، ما تصدقش يا خليف. كمان امك فوق، امك فوق قوي يا خليف، وما تتهزش من كلام زي دي. لا لا يا ابني مش صحيح. ايوه كلام، كلام يا خليف. كمان انا عارفه ممدوح. ايوه عارفاه، ما يقدرش يستغنى عني ابدا. لا يا خليف ما يستغناش عني ابدا ولا يقدر يتجوز عليا. ايوه ربيع، انت مسافر ولا ايه؟ لا انا مش مسافر. انا انت ايه؟ امال بتلم هدومك ورايح على فين؟ رايح المزرعه فاطمه. المزرعة لوحدك؟ يا ريت تيجي معايا يا فندم، يا ريت. وإذا ما جيتش يا ربيع،
إذا ما جيتش هتعمل إيه؟ هتسيبني وتروح هناك لوحدك؟ أيوة فاطمة، هروح وهفضل هناك ومش هستنى هنا، بس هبقى مستنيك هناك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الراجل، أنا جوزك، والست بتروح مطرح ما جوزها يروح، هي دي الأصول يا فاطمة. أيوة أيوة يا سي ربيع، يعني أنا بقى ما بعرفش في الأصول؟ لا بتعرفي وأنت ست العارفين، بس أنت ليكي رأي مختلف تاني عن رأيي، وأنا بقى لازم أعمل اللي أنا مقتنع بيه ولا أتحطم جوايا. تتحطم؟ تتحطم علشان عايش مع مراتك في بيت العمدة؟ لا أتحطم لأني ما بعملش الشيء اللي أنا مقتنع بيه ومضطر أعمل شيء تاني مختلف تماما. كل ده علشان العيشة اللي أنت بنيتها في المزرعة؟ عشة؟ هي عشة بس بنيتها بإيدي وعلى ذوقي وحسب احتياجاتي، مش قصر كبير أنا ضيف جواه. بس أنا بقى يا ربيع مش هسيب بيت أبويا، بيت العمدة. فاطمة أنا استنيت كتير لحد ما جه راشد وابتدت المشكلة تاخد شكل الحل، وبقى فيه ناس غيرنا بيقوموا بدورنا. أبويا العمدة بقى مش محتاجني ولا محتاجك، بقينا احنا محتاجين لنفسنا. بس أنا برضو مش هاجي معاك، أنا هفضل قاعدة في بيت العمدة. ربيع أنت حر، أنت اللي بتبيع يا ربيع. فاطمة أنا عمري ما بيعك. أبيعك إزاي؟ ده أنت عمري نفسه. لكن مش هفضل هنا، وهروح المزرعة وانت لازم تيجي معايا. واني مش هاجي معاك يا ربيع، انا هنا قاعدة مع ابويا وفي بيت ابويا. انا هفضل مستنيك هناك في المزرعة يا فاطمة، مش هفقد الامل، وهزرع كل يوم شجرة جديدة، يمكن يجي اليوم اللي تضلل فيها عليا انا وانتي وولادنا. اشوف وشك بخير. لازم تختار يا فاطمة، يا تبقي بنت العمدة يا تبقي مرات ربيع ابن الغفير. هي دي كل المعلومات عن سعفان وعوض، تاريخ حياتهم في الكفر، ازاي بدأوا وانتهوا لفين وعملوا ايه، تاريخ حياتهم في السجن وتاريخ حياتهم بعد السجن. كفاية كده؟ ده كده كفاية قوي. انا كان عندي انطباع واحساس بكل اللي قلتولي ده يا ممدوح. طبعا جميل بيه بيفهمها قبل ما تطير. شور اسمع ممدوح، الولاد دول بحركة لوري القماش حبوا يوريوني قوتهم، استعرض للقوة يعني. اكيد يا جميل بيه، بس انا بقى مقتنع بقوتهم وهعرف ازاي استغلها ممدوح. ازاي يا جميل بيه؟ لا مش كل حاجة بقى تعرفها يا ممدوح، جميل بحر واسع، مهما عرفت عنه اللي ما تعرفوش اكتر. ايوه بس هنشغلهم في ايه؟ انا ليا سكه معاهم. شوف يا ممدوح، كل انسان في الدنيا دي وله وظيفه، حتى الاشرار. لا يا جميل بيه، انا الاشرار ماليش دعوه بيهم ولا احب اتكلم عنهم. يعجبني فيك انك ذكي، ذكي ولماح يا ممدوح. قطه مشمش تحت امرك يا سعاده البيه. عوض وسعفان، ايه ما سمعتش؟ ما فهمتش؟ يجوني، عاوزهم. يلا يا سطه، في قطط تانيه غيرك. بس مش كل قط يتقال له يا مشمش. قوم ماشي.
لا، ما هي اتضح انها اشاعه. اصل انت ما تعرفيش امي علا، دي بيحكوا عنها هنا في الكفر زي الحواديت تمام. دي ست الستات. دكتور ممدوح ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش. هي ايه الاخبار في بيت جدك رواش؟ مفيش، لا جديد. ومين كان هناك؟ لسه بتسألي عليه بعد كل اللي حصل؟ لا، ده سؤال من باب الفضول. لا يا علا، مش فضول. لو قلتلك ان نسيته ابقى بكدب عليك. ما تنساش اني حبيته. حبتي حب اللحظة، حب الموقف، من غير ما تعرفي هو مين، ولا هو كمان كان عارف انت مين. هو ده الحب الحقيقي؟ لا يا علا، مش هو ده الحب الحقيقي. الحب لازم يكون مبني على الواقع، والواقع يبتدي بالمعلومة، بالمعرفة. انت حبيتيه من غير ما تعرفي عنه اي حاجة، وفي الاخر اتضح انه مجرم. لما حبيته ما كانش مجرم. الطريقة دي ممكن تقابلي سفاح في موقف درامي تقومي تحبيه. لو حبيته فعلا حب حقيقي، ابقى حبيت الانسان اللي جواه وما شفتش السفاح اللي بره. اللي جوه هو اللي بره دايما يا علا. لا، مش دايما. احيانا المظهر بيبقى عكس الجوهر، واحيانا بيبقوا شيء واحد. مفيش قاعدة، كل انسان هنا ليه ظروفه ويعتبر حالة لوحده. يعني انت لسه بتحبي عوض؟ ما اقدرش اقول لا، لكن مش زي الاول. شفتي، حب وليد الموقف. في لحظة حسيت ان بابا هيروح مني، النار مولعة فيه وانا واقفة محتاسة مش عارفة اعمل ايه. فجأة ظهر قدامي حل كل المشاكل في ثانية واحدة. اتقابلت عينينا، حبيته. ولما عرفت الحقيقة؟ على ضحية مجتمع، مجتمع الحقد والكراهية والطمع. لا يا علا، لا، كفر السواقي طول عمرها مسلمة، لكن البيت ده بيت العمدة، دايما كان فيه شرور. وعوض ضحيته قبل السجن وبعده. وبعدين يا علا، هتفضلي كده مش عارفة النهاية؟ هي حتبان لوحدها، سيب الوقت يوضح كل حاجة. علا، أنا خليفة. ما تتكلمش يا خليفة، أنا عارفة أنت عايز تقول إيه. خليها لبعدين، يمكن بعدين يكون ليها معنى. بعدين إمتى بعدين ده يا علا؟ بعدين ده عمره ما هيجي أبدا. مين بيلعب بالدبدوبة؟ أنا. تعرف تلعب بيها؟ حصليني بقى يا ستي، ماما أنا خطفت الدبدوبة. مش هتاخدها مني؟ طب خد بقى العروسة، إيه رأيك؟ تلعب بيها؟ تاخد مني العروسة؟ طب نلعب سوا؟ هوبا. احنا بس جميل به يا اشر، يا اشر بصباعه الصغير لقينا كلنا خدامين. اتفضل. يا ساتر يا ساتر. سلام عليكم يا سعاده البيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما العوض فين؟ عوض جاي لسه في الطريق. سيبنا لوحدنا قط. لوحدكم؟ طيب، انا ماشي. تحت امرك يا سعادة البيه.
شوف يا سعفان. أيوة يا سعادة البيه، أنا فكرت ونسيت على حل. عندي اقتراح. اقترح براحتك يا سعادة البيه. سعفان أنا إنسان ناجح واصل ومعايا فلوس كتير قوي وعندي أعمال كتير ومشاريع أكتر، عارف ليه؟ لأني ما بخافش، ما بيهمنيش، ولولا كده ما كنتش نجحت ولا عملت الثروة دي كلها. ربنا يزيدك من نعيم يا سعادة البيه. اللي وصلني للنجاح ده حاجة واحدة، إن صعب خشن دم تقيل وغلس ولحم مر، واللي يلمس شعر فيا احرقه. اللي يلمس شعر فيا اعمل فيه ايه يا سعفان؟ زي ما قلت كده يا سعاده البيه. لا انا مش معصب ومش عاوز اثبت لكم انا اقدر اعمل ايه زي ما انتوا ثبتولي. انا بكبر مخي معاكم ومش عاوز اخش في الكلام الفاضي. احنا مش بتوع كلام فاضي يا سعاده البيه. يبقى تفهمني يا سعفان، انا لما اقول احرقه يبقى ححرقه يا سعفان. ومش عاوز اجرب فيك بقى يا حبيبي. فياني؟ هو ده كلام يا سعاده البيه؟ طب انا عملت لك ايه؟ انتوا خدتوا لوري الشرزيه انت وعوض ورجعتوه تاني. ماشي يا سيدي، انا هعمل نفسي مش واخد بالي مش شايف، عشان انا شريكه شاري رجاله. انا وعوض رجاله يا سعاده البيه، وانا بقى شريكه. بس احنا تمنا غالي قوي. وانا ما اشتريش غير الغالي يا سعفان. يبقى خلاص اتفقنا، احنا من ايدك دي لايدك دي. تشتغلوا معايا ان كان علي اني اني موافق، بس نستنى عوض شوية. ماشي، نخلي عوض قدام شوية وانا هعمل لك ما هي شهري ونصيب في الارباح. ارباح؟ ايوه ارباح، ارباح يا سعفان. وفي اعمال مخصوصه بقى هكلفك بيها. زي ايه كده؟ وقت اللزوم هتعرف. بس انا عايز بقى عيال جريئه قلبها جامد، ما تخافش تفوت في الحديد يا سعفان. يبقى رجاله زينا كده. شوف يا سعفان، انت هتشتغل عندي حارس خصوصي على المسبرة، عشان خبرتك في الحراسة زمان، وهعمل لك ماهية كبيرة قوي قوي قوي، والشغل الخصوصي حسابه لوحده. اتفقنا؟ اتفقنا يا سعادة البيه. تعمل ايه يا ناس؟ ده بلوفر صوفي يابا، بعمله الممدوح عشان اديهوله في عيد ميلاده. والله فيك الخير يا بنتي. انت خارج ولا ايه يابا؟ ايوه يا نحس. يابا انت لسه تعبان. تعبان ايه؟ ما انا زي الحصان اهو. طب وهتروح فين دلوقت؟ اخوك يا نحس وحشني قوي، مش عارف اعمل ايه. بقاله 3 ايام ما دخلش البيت، انا مش عارف ايه اخرتها مع الولد. طب يابا هتدور عليه فين دلوقتي؟ هدور عليه في الكفر كله، في الساقية، في الطحونة، في القهوة، ضروري هلاقيه. عوض يابا من يوم حكاية علا دي واحنا خسرناه، مش عارفة يابا ازاي نرجعه. انا عملت اللي عليا وزيادة يا نعسة. انا رحت للعمدة وطلبت ايد علا منه، وطردني من بيته واستحملت الإهانة علشان خاطره، وبعدها يسيبني وما يرجعش. مش كفاية حكاية أمه؟ برضك أنت استعجلت يابا. استعجلت؟ ده أنا اتأخرت، ده كان لازم أعمل كده من زمان. هانم
عمرها ما كانت من توبي، ولا طبعها من طبعي، ولا سنها من سني. كانت غلطة، غلطة ودفعت تمنها. فاكر يابا؟ فاكر يا بنتي. انت اول واحدة قلتيلي هتندم يابا، وديني بندم اهو. يلا نصيب. معليش نصيب يا بنتي. سلام عليكم. مع السلامة يا. ايوه جاي. وعندك واحد شاي مغلي ومقطوع نفس. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شفتش عوض يا هادي يا بندق؟ لا ما جاش هنا للادي يا ابو الحاج. طيب يا ابني سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طول عمرك داير وحيران وراه. الهي ربنا يهديك يا سعاوة. خليك انت هنا على مزاجك واني مروح. لما تزهق من القعدة ابقى حصلني. ماشي يا سلام. سلام عليكم. مع ألف سلام. خير يابا؟ ايه اللي جايبك السعادة؟ وحشتني يا وحشتني يا كنشتوم لما اشوفك. انا بلف بقالي ساعة في الكفر هاب. سامحني يابا سامحني. انا مسامحك يا حب، لكن اخرتها. اديني عايش يابا، لكن اخره الطريق ده يعوض. لازم يابا الناس تعمل لي الف حساب. لازم لازم الناس اللي هنوك اخد طارك منهم يابا. يا ابني انا مش عايز طار ولا حاجه، انا عايزك انت، انا عايزك في الخير يا عوض. الخير؟ الخير انا عارفه يابا، وسعفان ماشيلي في الخير يابا. بيتهيألك يا عوض، سعفان ده شيطان يابا. سعفان، سعفان هو اللي وقف جنبي. ايوه كلكم سبتوني وهو الوحيد اللي فضل جنبي، وانا هعرف ارجعه ازاي؟ قلت لك يا ابني مفيش فايده، مفيش فايدة من الكلام ده يا عوض. اعقل اعقل يا ابني. انا عاقل، انا عاقل يابا وعارف اني بعمل ايه. بكرة الايام هتثبت لك ان عوض راجل وعاقل. طيب مش عايز تروح معايا؟ لا يابا معلش، انا هروح ابات عند سعفان. واختك مش عايز تسلم على اختك؟ سلم لي انت عليها يابا. طيب يا عم ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك.
شفت يا ادم، شفت الزمن، زمن الاقزام يا ادم، مش زمان، زمانهم هم، لنا ولا انت لنا يد فيه. ربنا يستر، ربنا يستر. جاي دلوقتي. طيب طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. خير إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. مكروه ايه؟ كف الله الشر. ايه الورقه اللي في ايدك دي؟ لا دي 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 ورقه. قول خلصني. دي ورقه طلاق نعسه. احسن. ده مين يابا؟ ده باين ممدوح. ما تأخذنيش يا حاج، أنا قلت أجيب أنا نفسي فاهم. عشان فاهم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا ده. أنا كنت فاكرة أن ممدوح هو اللي جاه. هو مين اللي جاه يا المأذون يا بنتي. المأذون؟ أيوة. ليه؟ عاوز إيه يا ايه الورقة اللي في ايدك دي؟ دي اصل ممدوح. ماله ممدوح يابا؟ طلقك يا بنتي. معقول يابا؟ لا لا يا ممدوح، طلقناني يابا. لا لا يابا، لا لا يا ممدوح، لا يابا طلقني. أنا يابا يطلقني. لا لا يا ممدوح، لا يا ممدوح، لا لا يابا، لا يابا طلقني. لا لا يابا. لا كفاية يا يابا، كفاية يا نهزة. قول لي يابا ليه. خد يا ممدوح، بس كده فلوس كتير قوي يا جميل بيه. تفتكر قد ايه؟ الضعف تقريبا. ده سيدي مرتبك الشهر ده، وبعدين انت استحقيت مكافأة شهر غير مرتبك، لان الشغل الحمد لله ماشي كويس قوي ومنتظم والأرباع عالية جدا. ايوه بس بالشكل ده اكون انا كسبت الشهر ده كتير قوي. ولسه ياما هتكسب معايا يا دوحة. امال سونيا فين؟ انا عندي ليها خبر مهم قوي. طب ما تقول يا حبيبي. لا يا جميل بيه، لازم سونيا تكون أول واحدة تسمعه. بس سونيا مش هنا. مش هنا ازاي؟ هي مش قالت انها راجعة من مصر امبارح؟ ايوه يا سيدي هي قالت، بس اللي حصل بقى انها مرجعتش. كلمتني في التليفون. جاية النهاردة؟ سونيا زمانها في لندن. لندن؟ ازاي؟ يعني ايه؟ انت عارف شباب ليام ده ممدوح، خصوصا اللي تربى منهم في اوروبا. قال يا سيدي جالها تليفون من صديقها جاك وسافرت له. معرفش التفاصيل، لكن قالت لي انها هتبعت جواب. ما قالتش حاجه عني؟ لا ما ظنش، بس قالت لي سلم على كل اللي عندك في الكفر. ممدوح ما تنساش يا ممدوح، عمال الحوض في المسبغة محتاجين شوية كريمات عشان ايديهم. مساكين بقالهم كام يوم بيشتكوا. ايه
فرحونا لا لا ده صوت قلبي صوت قلبي من يوم ما ده كان مشينا كان مشينا وأكم دق الأدم على المدى كان مشينا وأكم دق الأدم على المدى رجعت مطرح ما جيت وبعت ولا اشتريت رجعت مطرح ما جيت وبعت ولا اشتريت ضيعت ولا التقيت ضيعت ولا لسكة ندم اخترت ولا الأدم مشدود لسكة ندم ولا الطريق الحق يا حاج. الله يسلمك يا بنتي. هنعمل ايه؟ امر ربنا. الله يجازي اللي كان السبب. لا ما تقلقش يا حاج، ياسمين هتشوفها حالا وتطمنا. احنا ما نمناش طول الليل، لا انا ولا نعسة. اتفضلي يا ياسمين شوفيها جوه. ان شاء الله بسيطه يا حاج. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا مروش. شفت اللي حصل؟ اللي حصل مش غريب يا حاج رواش، لأن الإنسان الانتهازي الوصولي عمره أسلوبه ما بيتغير، بيفضل طول عمره إنسان سيء. للدرجة دي يا دكتور بعد كل اللي حصل؟ ودايماً الإنسان ده حاج طبيعته التلون، في كل مرة بياخد لون ملائم لمصلحته، وللأسف الناس بتنخدع فيه. أنا كنت فاكر إنها نزوة وحتمر بسلام. كلنا قلنا كده، لكن للأسف يا حاج المسألة عنده كانت بجد. الطمع وحش. وايه اخرة الطمع؟ زي اللي رقص على السلم، لا اللي فوق شافه ولا اللي تحت شافه. ليه ما كلمتنيش بالليل يا نعسة؟ ما حبيتش ازعجك يا دكتورة، وقلت ده حاجة بسيطة والصباح رباح. فعلا الموضوع بسيط وزي ما انت توقعت. ايه زعلانة؟ بالعكس أنا ارتحت دلوقتي أكتر، خصوصا بعد ما نزل. مش عايزة أي حاجة تربطني بيه. أنا كنت ملاحظة أنه ما كانش عايز ولاد. أيوة الظهر الفكرة دي كانت في دماغه، بس أنا اللي كنت زي العبيطة مش واخدة بالي، وكنت عايزة أخلف له لأني حبيته، بس هو ما يستاهلش. طب ايه رأيك لو نحاول محاولة يعني نصالحكم؟ لا لا ممدوح خلاص خرج من نفسي ومن قلبي. لا يا دكتورة، الإهانة اللي وجهها لي أكدت لي إنه ما كانش بيحبني. إيوه يبقى أرجع له ليه؟ عشان يذلني؟
لا مستحيل. ما هو الحمد لله ما لحقش يتورط معاه للاخر. مش باختياره، هي اللي سافرت ولا عبرتوش ولا كانه موجود. سوني انتقمت لي منه من غير ما تدرى. ده ربنا يا نعسه بيديله الدرس، على الله في الاخر يفوق. يفوق؟ لا، ممدوح هيفضل هو ممدوح. اتفضل يا ابني، انت مش غريب. ايه يا ياسمين، نقدر نسلم؟ اتفضل، مفيش حاجه. الف سلامه ليك. ازيك ست الكل؟ الله يسلمك يا دكتور. خير يا دكتور؟ الحمد لله، شويه ادويه ومقويات وكم يوم وتبقى زي الفل. لا انا بقى مش جاي اقولك سلامتك، انا جاي اقولك الحمد لله ومبروك اللي خلصتي منه يا نعسه، ومبروك ان ما عدلكيش بيه اي صله تاني. هي دي الحقيقه. عندك حق يا دكتور، انا كمان مرتاحه ومبسوطه للنتيجه دي. انا كمان ما كنتش عايزه اي حاجه تربطنا بيه تاني. يا ولاد ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه ابدا، الحمد لله على كده. طيب نستأذن احنا حاجه بدري، انتوا قاعدين معانا شويه. سلام، مع السلامه. سلامه الله. سلام. من غير وجع دماغ، اللي جه ولا جابش ال 100 جنيه معاه من الاول كده يحترم نفسه والباب يفوت جمل من غير ما ترد. محدش يتحرك يعني، ما شاء الله كلكم دافيانين. هاي ميعادنا بعد بكره الصبحيه في المطار بامر الله، وما اشوفش خلقتكم غير السنه الجايه ان شاء الله في الاجازه، وما تنسوش الهدايا. يلا كله قبل المعلوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه مين حضرتك؟ انا قطه مساعد جميل بيها ست هانم. قطه؟ اهلا وسهلا يا استاذ بسبس، ايها خدمه. ايه ما فيش، اتفضل يا استاذ قطه ولا حاجه؟ لا مؤاخذه يا استاذ قطه، يا اهلا وسهلا اتفضل. ايه جميل بيه هو اللي بعتك؟ بعتني؟ لا انا جاي بنفسي، جاي اقول احسن اني خلصت منه، ده كان راجل ان نجدي. لو انت تعرفه؟ احسن انك انت خلصت منه، انا جايب لك حاجه مش قد المقام، والنبي قبل الهديه. ان ايه ده؟ لياني؟ طب بس حتتين قماش صنع المسبغة والمصنع بتاعنا، حاجة مخصوص سبيشال عشانك. ايوه بس ليه التعب ده؟ هو ولا تعب ولا حاجة يا ست هانم، احنا عايزين رضاكي. عايز رضاي؟ طيب يا اخوي اني راضي عنه. والله النهارده عيد. لا مش عيد واحد، عيدين، عيد اللي شفتك وعيد انك انت قبلت الهديه بتاعتي. ما تتصوريش قد ايه يا ست هانم حبك ان في القلب. سلام عليك. ان وين زينهم بيه يا راجل الامير؟ يا اهلا وسهلا يا جميل بيه. اهلا وسهلا، اتفضل. انت بتعمل ايه هنا يا قط؟ كفر.